خليهم يا شباب اجروا صرت له هذا الحدث. لابن اختي بقول له وين سامح وين، بقول له مش عارف والله، وانا طالب بتوضا درع الجامع، بقول له مش عارف والله. قال لي رحنا دورنا عليه الا هو، قال لي شوفوا فتشت على وجهه ما عرفتوش غير بالهويه لما قالها هذا هو، تعرف يعني وضع صعب كان.